يعني احلى شيء استقبل زميل ب ام تي في الايف، كيف اذا كان زميل ومنتج الي احوش. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. ما بعرف قد رح نقدر نكون هيك سيريو بهالحلقه. نجرب. نجرب. لانه اليوم موضوعنا روحاني ديني حلو ومؤثر بهالشهر المريمي يلي هو شهر الورديه. رح نحكي عن الوثائقيه اللي رح بينعرض نهار الاثنين عبر شاشه الام تي في كل لك. بدنا ناخذ تفاصيل تقنيه، بدنا ناخذ كمان الفكره كيف طلعت، ليه قررتوا تعملوا وثائقي للعذراء وبرمتوا 6 بلدان بالعالم لحتى يطلع هالعمل عن جد هالقد حسب تطلعات الناس. ليه فكرنا للعذراء؟ هو على طول الواحد يفكر بالعذراء، هي حاضره بحياتك، بحياه اهلك، بحياتي، بحياه الناس كلها. ما في اقرب من العذراء، وما في اقرب من العذراء على كل اللبنانيين. يعني بقى خلقت الفكره، والفكره هيك علقتني بالاول، لانه قلت انا شو بدي اعمل للعذراء، شو بدي اعمل شيء جديد ومختلف، انه الموضوع دقيق وكثير كثير شاسع. يعني بقى اللي رح يتقدم نهار الاثنين 9:30 بيضوي على شغلتين اساسيتين: علاقه العذراء بلبنان من 2000 سنه لليوم، والمزارات المريميه بلبنان وبالعالم يلي هي انبنت على اساس ظهورات للعذراء بالاضافه لايقوناتها المقدسه. بقى هيدا يعني الخط عنا لبنان، كل لبنان، يعني من قانا لصور لسيد المنطره للعقوره للحدد لبيروت لإليج للوادي المقدس. كم منطقة يعني، كم ضيعة أو ما نحن رح خبرك شو أنا حطيت كل المطارح اللي زرناها، حطينا أول 50 منهم بالجنريك، بعدين قال لي يوسف وقف تعد وما رح أحط أكثر من 50. هن أكثر من 50 موقع بين لبنان والعالم، بباريس الميداي ميراكولوز أيقونة العجائبية، وبسيدة لورد كمان بفرنسا، صورنا بروما بالفاتيكان، بالبرتغال بفاطمة، وبروسيا كل كنايس موسكو ومحيط موسكو. صعب كان انه تعمل سيلكشن، تختار هالبلدين من اصل بلدين كثيره من العالم موجوده فيهم كمان العذراء، يمكن حتى مش بالظهورات ولكن بوجودها بهالمزارات المعروفه. هلا طبعا يعني اذا بدنا نحكي لورد واذا بدنا نحكي بورتغال هن اول بلدين بنفتكر فيهم لما بيكون في ظهورات للعذراء، بس ليه موسكو مثلا؟ أنا جربت الحق قصة. يعني هي مش بس زيارات لأماكن مقدسة مذهلة بجمالها وبأهمية، جربت الحق قصة العذراء مع لبنان. يعني مثلا ظهورات الميداي ميراكولوز ولورد على أساسهم انعملت سيدة لبنان بذكراهم، قرر البطرك الحويك أنه يعمل سيدة لبنان، يعمر هالمزار بعد ما كانوا عمروه أهل حريصة القريبة من تنورين، وكمان تأسس دار الأيقونة العجائبية بالأشرفية. موسكو لحقت قصة أيقونة شرقية، هي أيقونة فلاديمير، بيقول تقليد أنه رسمها القديس لوقا، وهي راحت على فرنسا ولها قصة كتير حلوة مع الشعب الروسي، ورح نقطع على زمن الاضطهاد وكيف المؤمنين حافظوا عليها. ومنلحق قصة أيقونة تانية كمان، هي أيقونة قزان، إحدى أهم الأيقونات بروسيا، منلحق كيف انباعت بزمن الشيوعية، وكيف منظمة تابعة لفاطمة حميت هالأيقونة على مدى عشرات السنوات ووضعتها بفاطمة بمكان ظهور العذراء، ورجع يوحنا بولس الثاني رد الأيقونة لروسيا، بالإضافة كمان لقصة أيقونة ثالثة بدعي الناس أنه تكتشفها. معناتها في لينك بيناتهم، أكيد فيها صلة الوصل اللي بتوصلنا كمان على تركيبة الوثائق اللي رح نحكي عنها، بس في فيديو عن روسيا رح نشوفه يلا سوا ونتابع. يلا انت عندك مليح. قبل ثورة عام 1917 اللي أطاحت بالأمبراطورية الروسية وأدت لتأسيس الاتحاد السوفيتي،
كانت روسيا تعرف بالعامية باسم بيت مريم نظراً للعدد الكبير من الكنائس اللي بنيت على اسم مريم ومحبة الشعب الروسي للعذراء القديسة اللي ذكرت روسيا بظهوراتها وطلبت تكريسها لقلب الطاهر وربطت ارتدادها بتجنيب العالم مآسي كبرى. حديث عن مريم دايما بيدخل بالقلب وبالروح، يعني كيف تأذى كانت بهالمناطق الرائعة من كتابة إلي أحوش أعدادك إنتاجك، ودايما بتتبع هالأصول، يعني أصول الوثائق اليوم أو هالتركيبة هالستركتور دايما في شغل عليها على أنه تكون عم تحترموه عم تمشوا بحسب هالتركيبة هيدي. قدي صعب اللي انه يكون في اعداد انتاج تقديم وهيك هالعمل الدقيق هي صعبه وهينه بنفس الوقت، لانه يعني انت بدك تلحق شغلك، انت عندك مسؤوليه تسلمي الحلقه على الوقت وتسلميها باحلى ما يكون. وبدي اقول هون الاخراج هو للمبدع يوسف ونافع، نوجه له تحيه كثير كبيره أكيد. ليوسف يلي هو شريكي بهالمشروع هيدا وبالمشاريع القطعت واللي جاي. نحن عم نشوف مشاهد من التصوير صور وبعض الضيوف هلا رح نحكي عنهم، ضيوف مسيحيه ضيوف من الطائفه الاسلاميه، يعني العذراء هي للكل يعني أكيد. بس كمان يمكن هون مثل ما قلت لي صعب وسهل انه بتكون عم تقدر توصل كل فكرتك يمكن بشكل كامل مثل ما عن جد هيك عندك هالتصور هيدا. يعني هو العمل اصلا بياخد كتير وقت، عم نشوف يوسف وجيل بروسيا بحييهم. نحن بصراع مع الوقت لانه كتير في ايام تصوير رانيا، وبنفس الوقت برغم طول هالايام بدنا نشتغل، يعني نشتغل صح ونسلم على الوقت الصح، والحمد لله يعني كل مره عم ننجح بالمشروع. قد ايه بياخذ تحضير؟ قد ايه بياخذ تصوير إلي؟ نحن بين قراءة وإعداد. في حدا بعرفه بهالصورة. ايه وبدي حيي مابال وألسي كمان رفقونا بالبرتغال ورفقونا كمان بلورد وبالميداي ميراكولوس، كمان ميرسي على مساهمتهم بالعمل وميرسي لكل الشباب والصبايا اللي اشتغلوا. الوقت تقريبا شيء 8 أشهر أخذ معنا العمل بين قراءة وتنفيذ ومونتاج، وهلا العرض التنين 9:30 على نهار عيد بعيد سيدة الوردية. سيدة الوردية وكمان عنا فيديو من سيدة حريصة رح نشوفه سوا قبل ما نتابع. بتشرين الأول عام 1904 وبمناسبة اليوبيل الخمسينة لإعلان عائدة الحبل بلا دنس، وبعد 100 سنة على ظهور العذراء للقديسة برنادات بلورد، وضع حجر الأساس على هالتلة اللي كان فيها معبد على اسم سيدة حريصة بني أهل تنورين اللي نزحوا إلى كسروان. عام 1908 بارك البطريرك الكبير الياس الحويك مزار سيدة لبنان اللي اليوم بيقصده سنوياً أكثر من 1,000,000 شخص بمشهد ما له مثيل بالعالم. يعني سيدة حريصة وعلى صوت عبير نعمة شيء بيطير العقل اللي معناتها في كتير ناس بيشاركوا يمكن بيظهروا أو ما بيبينوا وراء الكواليس أيضا، لأنه أرشيف يعني كتير غني، الأصوات الضيوف يلي منوجه لهم تحية، يعني كتير ناس بيساهموا لحتى يكون عمل متكامل ولحتى يقدر ينجح هالعمل يعطي غنى أيضا. هو العمل كتير كبير وأكيد يعني لو ما هالناس بتوثق وبتسلم قصب من أرشيفها لقلنا. بدي أشكر الأب إلي إرقماز، الأب شادي بشارة، بدي أشكر مزار سيدة لبنان بحريصة جمعية المرسلين اللبنانيين على الأرشيف الرائع بصور حريصة. بدي أشكر الصفحة الرسمية لمدينة صور كمان على الأرشيف اللي قدموه. وبالنسبة للموسيقى لأنه كمان كتير مهمة بالعمل،
أنا الأشخاص اللي وضعوا بتصرفي أعمالهم كتير بيعز علي هالموضوع، عبير نعمة، جوقة أبرشيد، جبل لبنان الأرثوذكسية، الأب خليل رحمة، الأخت مرانا سعد، أنا ممنون على هالثقة، وهني حاضرين يعني كل مرة بنقي شيء لكل وثائقي. بقى أنا بشكرهم من كل قلبي، بشكر الأب فريد صعب على الإشراف اللاهوتي وعلى مرافقته دايمة لنا بهالأعمال، وكل الناس اللي اشتغلت من قلبها تحت هالأعمال تطلع بالشكل اللي بدها تطلع فيه. وشفنا الفنان الكبير معين الشريف طبعاً أيضا طبعاً بهالعمل، شو كانت مشاركته والسيدة مليحة الصدر؟ السيدة مليحة الصدر رح تكون مع الأخت مرانا سعد، رح يحكوا كلام من القلب عن مريم بسيدة لبنان بحريصة، اللي رح نشوفها بعتقد بأحلى صورة ممكنة، لأنه التصوير فوق كتير كتير حلو، مثل صورة خيالنا يعني اللي مبين أنه مثل هالحلم يلي نحن منحلمه للعذراء عم نشوفه بصورة يوسف. عن جد يعني تحية كتير كبيرة لأله، وهيدا بعدنا لمحات صغيرة بعد ما شفنا كل شيء. هي لمحات هيك بسيطة فيها شوية معلومات بس، أنه في الشهادات تركتهم للحلقة. بقى رح نشوفهم بمكان اللي بيجتمعوا فيه اللبنانيين مسلمين ومسيحيين بسيدة لبنان بحريصة. كنا عم نحكي عن الفنان معين الشريف، حيرتل للعذراء بسيدة بشويت ويعطي شهادته كابن اليمونة ابن البقاع عن علاقة كل أهل البقاع بسيدة بشويت سيدة اليمونة. ما فيك تحكي عن العذراء خاصة بلبنان ما يكونوا كل أولادها حاضرين، بقى نحنا حطينا كل أولادها، يعني رح نشوف المسلمين يلي هن بيحبوا العذراء كتير وبيحبوا مريم وبتعني لهم، رح نشوف شهادات مميزة منهم، ورح نشوف شهادات مميزة من أكثر من شخصية الناس تعرفها رح تحكي عن مريم. بدي أقول كل هالتراث البيزنطي السرياني والأرمني، كمان في محطة مع دايرة بزمار رح تكون حاضرة كمان بهالوثائقي. وفي مشهد بعد من سيدة كفتون، يلا رح منشوفه. يلا النادرة ببهيئة قدمة وجمالتها مكتوبة على الجهتين، على الجهة الأولى وبتعود للقرن الحادي عشر منشوف فيها العذراء المرشدة والطفل الإلهي، وعلى الجهة الثانية اللي بتعود للقرن الثالث عشر تظهر معمودية السيد المسيح، والكتابات اللي بتزينها بثلاث لغات العربية السريانية واليونانية. سيدة كفتون كمان اختيار هيك يمكن نحن ما كتير زايرين هالمنطقة، ليه اخترتها بالذات؟ اخترتها لأنه الأيقونة عجائبية فيها، ورح يشوفوا الناس يلي ما بيعرفوا دير سيدة كفتون بشمال لبنان أيقونة نادرة بجمالها، واحدة من أجمل أيقونات العالم لأنه مرسومة على الجهتين وفيها الكتابة السريانية العربية واليونانية، فبتلخص مرحلة مهمة، يعني عمرها الصورة 1100 وصورة على الميل الثاني ألف من سنة 1300. تحيي كمان لينا فرح على صوتها الرائع، كمان الحاضر بالدوكيومنتير أحسن ما أنساها. لي أنت بهالجولة هيدي، لأنه بعرف أنه أنت شخص يعني دايماً حامل الرب وحامل العذراء بقلبك، وين أكتر ما كان أثر فيك بهالكم شهر بهالزيارات هيدي الحلوة بهالعمل؟ كل مكان أثر فيي، كل مطرح بلبنان هيك بخليك تروحي لعنده. بس لورد شفت وجع الناس الرهيب، الناس الحاملة أو جاعة، انت زرتي لورد وشفتي كمان وبتعرفي عن شو عم بحكي، الجنسيات كلها شفت كمية وجع ما بحيث متخيل انه انسان فيه يحمل هالقد وجع رايحين عند العذراء. بروسيا انا مذهول لليوم ما بحس الانسان فيه يعمل اجمل من هيك، وفي يكون ما اذا فيه يكون ملتزم اكتر من هيك. يعني اشارة الصليب تبدأ من الباحة الخارجية للدير لساحته للكنيسة لكل أيقونة، ما في مقاعد بالكنايس. كل مطرح زرناه فاطمة كيف بتصير المشاعل بالألاف متلاي الساحة، شو بدي أقولك، الوادي المقدس كل شيء، قانا كل مطرح ترك انطباع معين،
كله بيوصل لمريم. أنا بدي أقول استوحيت شعار الحلقة أو عنوان الحلقة من يوحنا بولس الثاني اللي له محطة كتير غالية بهالوثائقي، من شعاره اللي رافقه بأسقفيته وبحبريته المستلهمه من قديس بالقرن الثامن عشر لوي ماري برينيو، ما في أجمل من كل لك، لأنه كل لك بتودينا دغري على كل لك للمسيح. بقى بتمنى الناس تكون على الموعد تنين تسعة ونص على MTV. بس قبل ما أختم كمان، قدي كل هاللي شفته إلي بيعطيك بآخر هالأعمال فرح، بيعطيك هيك ترفع يمكن من بعد ما تخلص عمل مثل هيدا إذا من مشهدين وهيك حسينا نحن؟ هي بوسع إيدا العذرة هالعمل، هيك بقدر أقول نحن شو ما حكينا مقصرين. فرح قد ما بدك ونعمة قد ما بدي، بكفي نعمة إنه تحكي عنا والناس تشوفك كيف عم تحكي عنا. أنا بدي أعملك بوسع خدك. طيب. ما هي يعني يعطيك ألف عافية. ونحن رح نشوف هالدوكيومنتري نهار الاثنين الساعة 8:30 9:30 عبر شاشة الـ MTV. بريك وبنرجع.